السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، والنهاردة مع لسون 3 او مع الدرس الثالث. وزي ما احنا متعودين مع بعض يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اصحابي احنا لسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 او الفصل الاول، making a stronger me، making a stronger me او يجعلني اقوى. والنهارده معانا lesson 3 او الدرس الثالث، page number 6 او صفحة رقم 6، وعنوانها run and jump. run يعني نجري نركض، and jump and jump ونقفز. طبعا يا اصحابي احنا لسه بنكمل مع بعض ازاي نتعلم life skills. life skills او مهارات الحياة اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وكنا قلنا ان اول life skill مهم جدا ان احنا نكون متعلمينها وعارفين نستخدمها في حياتنا طبعا هي الكولابوريشن. الكولابوريشن او التعاون. النهاردة هنعمل some practice او بعض التدريبات ازاي نقدر نستخدم الكولابوريشن او التعاون في حياتنا وفي الكلاس روم بتاعنا. فالنهاردة بنتكلم عن jump and run يعني الجري والقفز. وهنا بيقول لنا look at، انظر على this athlete، هذا البطل الرياضي، who is competing، اللي بيتنافس، in an event، في حدث رياضي. the athlete runs down the track and then jumps at the line. يعني الاثليت ده جري على التراك وبعدين بينط من فوق اللاين او من فوق الخط اللي احنا شايفينه ده. بعدين بيقول لنا what questions، ايه الاسئلة could we ask اللي احنا ممكن نسألها about what is happening. about what is happening، ايه الاسئلة اللي ممكن نسألها عن what is happening او عن الحدث الرياضي ده وايه اللي بيحصل فيه. فممكن مثلا حد من اصدقائنا يسأل سؤال جميل جدا، يقول لنا مثلا what is the name of the athlete، ايه اسم الاثليت ده او إيه اسمه، ايه البطل الرياضي ده. ممكن حد تاني مثلا يقول how many athletes او كم عدد الابطال الرياضيين in this event، في الحدث ده. ممكن نسأل اسئلة كتيرة قوي، وده بيعلمنا واحنا موجودين مع بعض في الكلاس روم او احنا حتى بنذاكر مع بابا ومع ماما في البيت، ان احنا نقدر نتعلم ازاي نعمل كولابوريشن او نعمل تعاون مع بعض، وازاي نقدر نستخدم الكولابوريشن او التعاون ده في ان احنا نوصل لافكار جديدة ونتعلم حاجات جميلة جديدة. فهنا طبعا بيقول لنا ايه الاسئلة اللي احنا ممكن نسألها. زي ما قلنا ممكن نسأل اسئلة كتير جدا. وطبعا الصورة زي ما احنا شايفين الاثليت او البطل الرياضي ده بيجري على التراك وبعدين بيجمب او بيقفز at the line. at the line من على الخط اللي احنا شايفينه قدامنا. فبيقول لنا هنا تحت there are lots of things، يعني هناك اشياء كثيرة we could measure. we could measure احنا ممكن نقيسها in this photo. in this photo في الصورة دي، في اشياء كتيرة ممكن نقيسها في الصورة دي. record، سجل your questions، الأسئلة بتاعتك، about what is measurable. measurable يعني قابل للقياس، يعني قابل للقياس ممكن نقيسه. اكتب الأسئلة بتاعتك عن أي حاجة ممكن نقيسها هنا. example يعني على سبيل المثال ممكن نسأل نقول how far did he run. how far did he run، how far يعني إلى أي مدى، المسافة اللي هو نطها قد إيه. how far did he run يعني الى اي مدى هو قفز، المسافة اللي نطها قد ايه. ده اكزامبل على الاسئلة اللي احنا ممكن نسألها، لان طبعا السؤال ده هنقيس المسافة اللي هو نطها علشان نقدر نحط انسر للاجابة دي. فاحنا لازم نسأل اسئلة الاجابة بتاعتها تكون ميجرابل، ممكن نقيسها في البيكيتشر دي، وطبعا تكون متعلقة باي حاجة ممكن نعمل لها ميجرمنت.
فطبعا يا اصحابي في التيتشر جايد او في دليل المعلم هو مدينا بعض الكويستشنز او بعض الاسئله اللي احنا ممكن نسالها، ممكن نستخدم 3 منهم. طبعا انا مش عايزكم تنقلوا الاسئله دي زي ما هي ونحطها ونكتبها في الكتاب وخلاص، انا بقول لكم الامثله بتاعه الاسئله اللي التيتشر جايد بيقولها او دليل المعلم بيقولها، واحنا لازم نفكر في الاول ونحط الاسئله اللي احنا ممكن نسالها ونحاول نفكر ايه الاسئله اللي ممكن نسالها وتكون الإجابة بتاعتها متعلقة بحاجة ممكن نعمل لها measurement في البيكيتشر اللي احنا شفناها. فهنا بيقول لنا الأسئلة ممكن تكون How fast is he running? How fast is he running? يعني هو جري بسرعة قد ايه؟ How fast is he running? ممكن كمان نسأل How far or high؟ يعني إلى أي مدى أو إلى أي ارتفاع؟ Will he jump? Will he jump؟ يعني هو هيقفز. ممكن كمان نقول How long does he stay in the air before landing؟ He stay in the air يعني هو فضل في الهواء قد ايه before landing، قبل ما يلمس الأرض. يبقى هو قعد قد ايه في الهواء قبل ما يلمس الأرض وهو بيعمل jump. ممكن كمان نسأل نقول How much does he or his shoes weight؟ How much does he or his shoes weight يعني وزنه هو قد ايه او وزن الشوز بتاعه قد ايه. ممكن كمان نسأل نقول How long are his leg؟ How long are his leg؟ الرجلين بتاعته طولها قد ايه. ودي برضو حاجة علشان نقدر نجاوب عليها لازم نعمل measure او نقيس الرجلين بتاعت الاثليت ده او البطل ده طولها قد ايه. فزي ما قلنا يا اصحابي ممكن نسأل الاسئلة دي هنا، انت بس مطلوب منك ان انت تكتب 3 questions او 3 اسئلة في المكان ده علشان نقدر نوضح ان احنا قدرنا نسأل اسئلة متعلقة بthings او باشياء we could measure، احنا نقدر نقيسها in this photo في الصورة دي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 7 او صفحة رقم 7 وعنوانها How far can we jump. How far can we jump يعني الى اي مدى نستطيع ان نقفز، الى اي مدى المسافة اللي احنا نقدر نعمل لها jump. ده طبعا practice او تدريب على الكولابوريشن او على اللايف سكيل اللي هي بتاعت التعاون الكولابوريشن. فهنا بيقول لنا ان احنا واحنا في الكلاس روم هنتقسم جروبز زي ما احنا عارفين. المفروض ان احنا كل جروب هنفترض ان في ترانش او حفرة في الواي او في الرود بتاعنا في الطريق بتاعنا واحنا رايحين او احنا راجعين من السكول. الترانش او الحفرة دي المفروض ان الترانش دي او الحفرة دي غويطة شوية وكمان عريضة، العرض بتاعها about 80 سنتيمتر او 80 سنتيمتر. ده طبعا طبقا للتيتشر جايد. فان احنا لما يقولوا لنا في الكلاس روم ان احنا في قدامنا ترانش او في حفرة في الطريق، الترانش دي عريضة وغويطة كمان والويث بتاعها حوالي 80 سنتيمتر او 80 سنتيمتر، المفروض ان احنا عايزين نعمل براكتس او نتدرب ازاي نقدر نعمل جامب او ننط يعني من فوق الترانش او من فوق الحفرة دي. فهنا بيقول لنا read all instructions، اقرأ كل التعليمات المكتوبة تحت طبعا carefully بحرص before you jump، قبل ما تقفز and collect واجمع data البيانات with your group مع المجموعة بتاعتك. فبيقول لنا هنا ال instructions او التعليمات. اول حاجة بيقول لنا stand with both feet on the line، اقف برجليك الاثنين على الخط. Stand with both feet on the line، اقف بأقدامك الاثنين على اللاين. تاني حاجة بيقول لنا jump forward، اقفز للأمام as far as you can go، as far as you can go لأقصى مدى لأقصى مسافة تقدر تقفزها. Jump forward as far as you can go. ثالث instruction أو ثالث حاجة في التعليمات بيقول لنا have another group member mark where your feet land، هيعلم انت رجليك نزلت فين، يعني انت المسافة اللي انت نطتها هتنزل فين بالظبط. فالانذر جروب ممبر ده هيعلم المكان اللي انت رجليك هتنزل فيه بحيث ان احنا يبقى بيننا وبين بعض كولابوريشن او تعاون. فهو هيعلم انت نطيت فين عشان خاطر نقدر نعمل ميجرمنت او نعمل قياس بعد كده للمسافة اللي انت نطتها. ونمبر 4 بيقول لنا have a third group member،
have a third group member وخلي معاكو كمان فرد تالت في الجروب measure يقيس the distance المسافة of your jump of your jump اللي انت قفزتها. هيبقى معاكو فرد تالت في الجروب او عضو تالت في الجروب يعني هيعمل measurement للdistance اللي انت نطتها. واخر حاجة بيقول record سجل your distance below your distance below المسافة اللي انت نطتها بالاسفل. يبقى احنا كده عرفنا الانستراكشنز او التعليمات اللي احنا المفروض هنمشي عليها. تاني حاجة بيقول لنا هنا how far did you jump الى اي مدى انت نطيت record your distance سجل المسافة اللي انت نطيتها. فبيقول هنا I jumped وهنكتب هنا المسافة اللي احنا نطيناها. المفروض يا اصحابي ان دي اجابة انت هتكتبها على اساس المسافة اللي انت نطيتها فعلا. فحتى لو انت قاعد مع بابا وماما حاول كده تقف جنبهم في البيت مثلا وتعمل الاكسبيرمنت دي او التجربة دي وتنط كده وتشوف المسافة اللي انت هتنطها قد ايه وبابا او ماما يقيسولك المسافة اللي انت نطيتها قد ايه وتكتب هنا الديستنس قد ايه بالظبط بالسنتيمتر بعد طبعا ما نعمل لها ميجرمنت او نقيسها. لو احنا في الكلاس روم هنتبع الانستراكشنز دي وهنقيس طبعا الديستنس اللي احنا نطيناها وهنكتبها هنا بالظبط. في الاخر هنا بيقول لنا ask 15 students اسأل 15 طالب in your class في الفصل بتاعك how far they jumped how far they jumped هما ايه كم المسافة اللي هما نطوها record their answers سجل الاجابات بتاعتهم using hash marks using hash marks مستخدما علامة الهاش on the correct row في الصف الصحيح of the chart below في الجدول الموجود بالاسفل. فطبعا يا اصحابي احنا نستخدم العلامة اللي هو وضح لنا في التيتشر جايد او في دليل المعلم هي حاجة شبه التالي شارت او العلامة الخاصة بالبيكتوغراف او بالتالي شارت اللي هي الشرطة المايلة دي. كل شرطة مايلة من الشرط دي هتبقى one student او طالب واحد زي ما عرفنا في المنهج بتاع الماس بتاعنا. فطبعا one 2 3 4 دول 4 students. طب لو عندنا 5 بنعمل عليهم شرطة بالعرض كده ودي اسمها strike out او مش لازم نحفظ اسمها. المهم ان الشرطة اللي بالعرض دي بتقول ان دي على بعضها كده punch. البانش دي عبارة عن 5 students او 5 طلبة. فكل شرطة من دول بتمثل 1 student او طالب واحد. كل 4 من دول لو هنخليهم 5 هنعمل عليهم شرطة بالعرض كده تبقى punch. البانش الواحدة عبارة عن 5 students او 5 طلبة. فنرجع هنا اصحابي للشارت الموجود او الجدول الموجود عندنا. فبيقول لنا هنا distance jumped او المسافة اللي تم قفزها و number of students او عدد الطلبة. فبيقول لنا هنا من 0 ل 40 سنتيمتر كم واحد نطو. فنفترض مثلا يا اصحابي المفروض ان الاجابات دي تكون accurate او دقيقة لو احنا في الكلاس روم فعلا وعملنا الاكسبيرمنت دي او التجربة دي هنكتب هنا الاجابات صح. لو احنا في البيت وبنجرب مع بابا وماما مع اخواتنا مثلا فهنكتب هنا الاجابات الخاصة بكل واحد. فمثلا هنا من 0 سنتيمتر ل 40 سنتيمتر هنفترض ان في 1 student بس او طالب واحد بس هو اللي قدر ينط المسافة الصغيرة دي. مثلا حد طوله مش طويل قوي وما قدرش ينط المسافة ابعد فهي دي الجامب بتاعته. فنكتب هنا شرطة مايلة زي ما احنا شايفين قدامنا. طب من 41 ل 80 سنتيمتر المفروض ان دي المسافة متوسطة. هنفترض مثلا ان احنا في عندنا 7 students او 7 طلبة نطوا المسافة دي. فهنعمل هنا زي ما شفنا ادي punch وادي كمان 2 فكده 7 students. البانش عبارة عن 5 students والشرطتين دول عبارة عن 2 students فهنا 7. طب من 81 سنتيمتر ل 120 سنتيمتر فمثلا هنقول ان في 3 بس او 3 بس هما اللي قدروا يعملوا jump للمسافة دي. فنكتب هنا مثلا 1 2 3. طب من 121 ل 160 من 121 سنتيمتر ل 160 او ل 160 سنتيمتر فنفترض ان over او اكتر من
160 سنتيمتر، فهنفترض برضو ان في واحد بس هو اللي قدر يعمل جامب للمسافة دي. وبكده نكون عملنا ريكورد او سجلنا الانسرز او الاجابات الخاصة بال 15 students او بال 15 طالب اللي معانا في الكلاس روم اللي احنا سألناهم. واخر حاجة عايز اقولها لكم يا اصحابي، today you practice the life skills collaboration، او النهاردة انتوا اتدربتوا على life skills، life skills اللي اسمها collaboration او على المهارة الخاصة بالتعاون، because you work it together and respect the others opinions، او علشان انتوا work it together عملتم معا and respect the others opinions واحترمتم اراء بعضكم البعض. Also you practice the life skills of problem solving، وبرضو انتوا تدربتم على life skills بتاعت problem solving او بتاعت حل المشاكل. وعايز اسألكوا سؤال اخير قبل ما نقفل الحلقة، what were you trying to solve today؟ what were you trying to solve today؟ انتوا تحاولتوا النهاردة تحلوا مشكلة ايه؟ تقدروا تجاوبوني؟ خلوني اجاوب معاكم يا اصحابي الشاطرين اللي عرفوا الاجابة واللي لسه بيفكروا. البروبلم كانت how far can we jump، how far can we jump، او الى اي مدى نقدر نقفز ونقدر ننط يعني. وطبعا ده متعلق بالاكتيفيتي اللي احنا اخدناه واللي هو can we all jump over the trench in the road، او احنا ممكن كلنا ننط من فوق الترانش او من فوق الحفرة الموجودة في الرود او في الطريق بتاعنا. وبكده نكون خلصنا شرح lesson 3 وخلصنا معاه شرح page 7 وخلصنا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على قناتنا الجديدة، ما تنسوش تتابعونا كمان على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، الرابط بتاعهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.